لو تراجع تصريحات ميدو قبل شهر من ان انا نمشي، قال لك ان انا ممكن التصريحات موجوده يعني، قال لك ان انا اللي انا شايل الفرقه وان انا اللي بعمل لعيبه وان انا فرد من الجهاز الفني قبل ما بمشي بشهر. فمنين التناقض يعني؟ منين انت بتقول انا صح ومنين انت بتقول الكلام ده؟ الحمد لله الموسم باستثناء ماتش الاسماعيلي وماتش الشرطه انا عامل موسم كويس جدا الموسم اللي فات. وصح في حاجه كمان، قال لك 25 سنه نادي الزمالك ما دخلش فيه بعد انا مشيت يعني السنه بعدها 6 ماتشات متتاليه. صح؟ تعالى احنا في افريقيا عاملين 6 ماتشات متتاليه ما دخلش فينا اجوان، وانا عاملها كشخصي مثلا عاملها 10 مرات. عبد الواحد السيد مثلا طبعا كابتن نادي الزمالك وليه تاريخ مع نادي الزمالك. ابو واحد ميدو رؤيه فنيه الجهاز الفني تم استبعاده مع مجموعه طب بناء على طلب الجهاز الفني، وانتم موافقين اكيد عليه؟ وافقنا. وحضرتك احمد سليمان المدير المدرب لحراسه المرمى طوال 30 سنه شايف ان ده الصح؟ يعني احنا شفنا ان المركز في بعض المراكز في الفرقه عايزه محتاج تغيير. انا بعتقد في الغالبيه يعني بنسبه 70% كان احمد سليمان الاساس يعني هو كان عايز يتحكم في القصه دي، قصه حراسه المرمى يعني. وكان دايما الكابتن ايمن طاهر، ايوه انا كنت لسه بقول لك، دايما الكابتن ايمن طاهر كان يجي يتكلم معايا ان في حد عايز يبقى وراه، عايز يمشيه، عايز هو كان دايما بيتكلم معايا في القصه دي على طول يعني. بص هقول لك حاجه، انا يمكن بعد ما مشيت من الزمالك انا يعني قلت لك في اشخاص كده بتظهر قدامك يعني يكفي ان انا من ساعه ما مشيت من الزمالك الكابتن ما كلمنيش، ده يعني يكفيني يعني. فبص يعني زي ما قلت لك هي ايه، الدنيا بتلف وقريبه جدا يعني.